استكمالا للموضوع اللي بدأناه مع حضراتكم قبل الفاصل والخاص بامتحانات الثانوية العامة وتسريب الامتحانات، المشكلة اللي بتقابلنا كل سنة طبعا مع اختلاف الطرق، كل سنة بقى في طريقة جديدة لتسريب الامتحانات. النتيجة واحدة، ان الطالب بيتحط في حالة من الضغط النفسي الشديد جدا، خصوصا الطالب اللي بيذاكر طول السنة، اللي بياخد دروس، اللي اهله بيدفعوا في الدروس، اللي بيتعب علشان يوصل للنمر اللي هو يعني تأهله ان هو يدخل الجامعة، طبعا بيتحط تحت ضغط بالإضافة للضغوط الطبيعية بتاعة الامتحانات. طبعا موضوع الامتحانات من جانب تاني، احنا قلنا ان احنا حلقتنا النهارده هتكون مخصصه تفصيليا موضوع تسريب الامتحانات، موضوع او ظاهره الغش ما بين الطلاب. احنا طبعا مسكناها في الفقره اللي فاتت من الشق القانوني والاقتراحات اللي كانت بتتقال يعني في الفقره من قبل طبعا ضفنا فيما يخص الدوله المفروض تتخذها يعني، لكن دلوقتي احنا بنتكلم على الشق النفسي، عايزين نعرف نفسيه الطالب اللي بيغش ده ايه، يعني عامل ازاي، اهله ربوه ازاي، وازاي احنا نربي طالب يكون شريف عنده مبادئ بيرفض الغش مهما كانت الظروف، ما يقعدش يعلق بقى شماعات يحلل بيها تصرفاته او يحلل بيها اساليب الغش في الامتحانات. هنعرف ده من خلال ضيفنا اللي منورنا الدكتور عمرو يسري استشاري الطب النفسي. صباح الورد ورمضان كريم، كل سنه حضرتك طيب. الله اكرم حضرتك، كل سنه وحضرتك طيب. قبل ما نتكلم عن نتاج المشكلة اللي احنا بنواجهها دلوقتي، ازاي ان احنا بنربي ولادنا على ان هم يرفضوا مبدأ الجيش وياخدوا حاجة مش من حقهم، هنتكلم طبعا عن ده. بس في الاول تأثير موضوع الجيش ونقل الامتحانات ونقل الاجابات على الطالب اللي بيذاكر واللي فعلا هو متوتر. بسم الله الرحمن الرحيم، كل سنة طيبين ومشاهديكم الكرام بخير. يعني الواحد مكسوف بس ان هو في رمضان واول يوم رمضان اتسرب امتحان الدين، حتى اللغة العربية كمل وهيحسبوه بس أجلوا امتحان الدين يعني. وإن كان حتى الأسئلة المفروض أنها بدائية، أن ما بقاش فيه عمق قوي في الأسئلة وفي العلوم الشرعية على مستوى السنين العادية، ولا سيما الثانوية العامة سواء الدين الإسلامي أو المسيحي، بالإضافة أن هي أصلا مادة مش بتضاف للمجموع. ما أنا كنت بقول لحضرتك يعني هو الغش للجيش، أسئلة بسيطة وما بتضافش، يعني احنا استحلينا للجيش الجيش عشان يعني الواحد لسانه متلجم. ما احنا شعب متدين بطبعه بقى. لا، وفي يعني في وضح قوي قصة الانفصال ما بين الدين كاسم والقيم اللي المفروض هي اللي بيقوم عليها الدين. الواحد حتى بقاش بيحب يقول ان في واحد متدين ودين وامرأة دينة، يقول لا ده واحد اخلاقه كويس، لان هو اصل الديان في الاخلاق، وعلى رأس الاخلاق الامانة اللي هي عكسها الغش. وحتى قيل من غشنا فليس منا، ما بالكم لو الاتفاق دلوقتي عند الطلاب كلهم ان الغش هو الاصل، الغش هو الحل، الغش هو الطبيعي. سمعتها كتير قوي السنه اللي فاتت واللي قبلها. اولا شاومينج ده بقاله كذا سنه، يعني انا متابع الموضوع اربع سنين يعني بقاله 3-4 سنين من قبل، من فتره كبيره يعني. والمفروض انه في بحث وراء مين الناس اللي عاملين وفي الاقوى منه على مستوى العالم اللي هو ويكليكس اللي هو السياسي ده. وهنفضل الى ان تقوم الساعه الظاهر طول ما في انترنت وسوشيال ميديا في يعني ناس وثائق بنما كتير. القصد في انه بقى في حاجه اسمها ان اللي عايز يسرب معلوماته وبياناته ويخترق اسوار معينه لدول والكذا هيقدر. فالناس دلوقتي بتشتغل علميا على ازاي لما حد يخترقني ما ياثرش عليا، اكون رقيب مش نفسي. العكس مش بس كده يعني، زي ايه يقول لحضرتك، نوع الامتحانات، طريقة الأسئلة بقت مختلفة خالص على مستوى العالم. لو في امتحان انترناشنال حتى في دول مش بس في دولة واحدة، في شوية لجان، يقول لك في واحد قاعد هيدوس على زرار في جهاز هيوزع الامتحان على أجهزة في كل اللجان، ومن هنا ياخدوا الحاجات ويجاوبوا. في زي الأستاذ محمود كان معاك والفقرة اللي قبلي قال لا لازم يبقى في حاجات جذرية في التعامل مع الظاهرة أو المشكلة دي يعني، إن الناس لازم يتفصل الإنترنت عنهم في الوقت. هو كان بيتكلم على أساس إن هي فترة مؤقتة يعني اللي يعني هو ساعة كحل طارئ يعني. على حاجة أعمق اللي هي تعالوا نشوف أولا المواد الدراسية دي نافعة ولا لأ، لأن النتيجة بتاعتها لما الناس بتتخرج بيبقوا برضو على مستوى ضحل جدا من العلم. ثانيا هل الامتحانات الطريقة بتاعتها صحيحة ولا طريقة خاطئة، يعني فعلا بتقيس قدرات الطالب ولا لا. ثالثا ايه طريقة الاسئلة واستعراضها وتمريرها الى اللجان بطريقة ما ينفعش حد يخترقها ويسربها.
علشان ما يتظلمش بقى ويروح الحابل في النابل. رابعا والاهم بقى منظومة الاخلاق، قصة انه مين قال ان اللي هينجح هو اللي فالح ونافع وناجح. ده موروث بقى، ده موروث عندنا اجتماعي وثقافي. حقيقة الامر انه لا طالما ناس جابت درجات كبيرة ودخلت كليات قمة وتخرجت وقعدت حياتها العملية فشلوا فيها، فاشلين جدا جدا ولا عارفين يقيموا اسر ولا عارفين يقيموا عمل باي صورة من الصور. فنرجع ونقول المهم في القصة دي مش الحل النهاردة، المهم الحل بعد 10 سنين اللي هنكمل عليه دولة مصر الجديدة بقيت عمرنا لولادنا وولاد ولادنا نلحق بقى ننقذ ما يمكن انقاذه. لان قصة غش الثقافة السائدة عند الطلبة هي انه معلش هنغش اخر السنة حصل خير، ما احنا بالتيتشرز بيغششونا مثلا. بنتكلم على الناشونال سيستم المتفق عليه، يعني النظام المصري في المدارس الحكومية اللي احنا طلعنا منها. يعني دلوقتي يقولك المدرسين بيغششونا، هيدخل لنا نماذج اجابات اللجنة بعد اللجنة ما تبتدي بشوية. ده بيحصل فعلا؟ الاجهزة اللي بنسمعه يعني ده اللي بنسمعه. وبشوف بقى انا بشوفهم الولاد دول سواء في مراحل اعدادي او ثانوي وبيخشوا وبينجحوا فعلا. كنت لسه برضو من كام يوم في على احد القنوات المحترمة جدا زيكم وبنتكلم في انه شوفي الخريجين الجامعة مش بس ثانوي، شوفي خطهم عامل ازاي. الخط بيبقى سيء جدا جدا، الاخطاء الاملائية اللي هي المفروض بسيطة جدا، ما يعني الخط والاخطاء الاملائية والعمق الفهم الثقافة العامة نفسها ما فيش العقلية التحليلية للخبر اللي بيقروه او المعلومة اللي بتوصله مش موجودة. حاجة تانية مثلا زي الاغنية اللي حضرتك كنت جبتوها في الريبورت من شوية، الاغاني دي ما بتتحطش على شرايط كاسيت زي على ايامنا على سي ديز. الناس بيسجلوا اغنيه بيعملوا لها ابلود على يوتيوب وهم قاعدين في بيتهم كده. اغنيه مستفزه قوي، مستفزه ولكنها تعبير عن واقع حقيقي. ومش هتقدري تخلصيهم، يعني مش انا مش هقدر اجي مثلا الوم الحكومه على انهم لما جم 3-4 شباب في اعدادي ولا في ثانوي. بس ما ينفعش نبرر الغش، يعني ما ينفعش نقول عشان انتوا تعليمكم 1-2-3 يبقى سيبونا بقى الغش. ممكن نقف عند النقطه دي لان معانا استاذه مها اتصلت بينا كذا مره من الفتره اللي فاتت. استاذه مها صباح الخير. صباح الخير، كل سنه وانت طيبه. اهلا بيكي. معلش انا اسفه بس انا محتاجه اتكلم، يعني انا عارفه ان انتوا زي ولادي وبتتكلموا بالكان اولياء الامور فعلا. يعني لا اتفضلي. اهلا بيكي اتفضلي. إيه انا بنتي ثانويه عامه، بنتي يعني انا عشت يعني ايه طالب جاله احباط بسبب ظروف التسريب بتاع الامتحانات. تمام. ما نقولش ان العربي ما تسربش، العربي متسرب وفي مدرسين الساعه 2 بالليل اقسم بالله بشهاده الجيران جابوا الطلبة عندهم الساعة 2 بالليل قبل الامتحان وعطوهم الامتحان وهو الدين. انا ما جيتش على الدين وهو مش داخل في المجموعة عشان اقول يعني انهيه واخلصه والغي الامتحان. الانجليزي اقسم بالله على باب المدرسة امبارح الطلبة وقفوا لغاية 9:15 لانه فعلا جابوا نموذج الاجابة على النت بعد يعني حوالي 9:45. مع العلم بقى اقول لحضرتك على حاجه يا استاذه مها، انا سامع تصريحات امبارح من وزاره التربيه والتعليم بتنفي ان امتحان الانجليزي ان هو اتسرب. انا عشان كده كنت محتاجه اتكلم معاكم، انا عشان كده محتاجه اتكلم معاكم. اتفضلي. والله العظيم طلعوا قالوا الامتحان هو الترجمه جزء واحد فيها، هو واحده من الترجمه هي اللي متغيره، بقيه الامتحان هو. يا جماعه الطلبه واقفين اللي هم بياخدوا من بعض الامتحان لغايه 9:15 وسامحين لهم بعد كده ان هم يخشوا المدرسه. البنات واقفه بتاخد من الصبيان في مدرسه الصبيان جنب مدرسه البنات. دول بيدوا دول ورافضين يخشوا المدرسه الا لما ينقلوا مع بعض الامتحان. حضرتك شاهد عيان على الوقائع دي. انا شاهد عيان ومش عارف اعمل ايه. انا خبطت على باب المدرسه الحديد من بره وقلت للواقف على الباب عايزه اعمل محضر وتعالى بص الامتحان بره اهو بيتاخد. قال لي لا مفيش محاضر هنا، روحي اعملي اسم الشرطه. تمام، على بال ما تروحي وتيجي يكون الامتحان خلص. اسم الشرطه يكون الامتحان انتهى، يكون الامتحان انتهى، ما ينفعش. واقسم بالله بعد الامتحان الطلبه بتوع المدرسه الولاد اللي هم الصبيان كانوا بينطوا من على السور طالعين بدري. طب مدرسه ايه يا فندم؟ مدرسه ايه؟ لان ده ممكن يبقى بلاغ على الهواء. انا بنتي مدرسه محرم بيت ثانويه بنات اداره وسط في اسكندريه. تمام. المدرسه اللي جنبها بتاعت البنين مدرسه علي خاطر الثانويه بنين. الولاد بينطوا من على السور وبيحلفوا ان كان الغش جماعي. مفيش اي اجراءات امنيه بتبقى موجوده في المدرسه؟ اقسم بالله قالوا كانت ميغه بنفس اللفظ، كانت ميغه.
تمام. تخيلي حضرتك امتحان ثانوية عامة ده اللي احنا كنا يعني بنترعش قبليه بشهر لما نعرف ان احنا داخلين الامتحان. طب استاذه مها بنشكر حضرتك جدا، ويمكن استاذه مها يعني ام ايجابيه بتقول لك لا وده غلط ووقفت. رايك ايه بقى في الاباء اللي بيشجعوا ولادهم على وبيقفوا لهم تسريب الامتحانات يعني ان هم يدخلوا مواقع تسريب؟ كنت بس النهارده يعني ربنا يرزقني بكلمتين على لساني كده اقولهم من واقع اللي انا بشوفه في الشارع يعني ومن واقع شغلي. عايز اقول لاهل الامر، معرفش هم مين برضو، ولكن ارجوكم ارحموا البقية المتبقية من ولادنا اللي لسه بيستعيبوا ويستحرموا الغش، عايزين يعيشوا على مبدأ الأمانة، لأن المفروض أن المجموعة دي اللي هم قليلين قوي دلوقتي اللي هيقوموا عجلة الحياة، التصنيع والإنتاج والاقتصاد والسياسة الدولية والداخلية والأمن إلى آخره في بلدنا. فاضل شوية صغيرين قوي، كل شوية بنخسر منهم حب. ليه؟ لان السائد دلوقتي والمتفق عليه في الشارع عند الولاد كلهم، ذاكر يا ابني زي ما انت عايز، انت ما بتفهمش ولا ايه؟ ما احنا في الاخر كلنا هنغش ونجيب زي بعض مجموع، وبعدين هم اللي كانوا ذاكروا وصلوا لايه؟ تعالوا نتفرج ونشوف المثل العليا عند الاطفال والمراهقين والشباب مين؟ الواحد يعني يكاد يبكي دما يعني، لانه ما تبصي زي في الشهر الفضيل اللي احنا فيه ده، على راسي التمثيليات والمسلسلات وكلها حاجات جميلة جدا، ولكن اديني بقى 3-4 برامج في النص قولي لي دول بيشتغلوا على القيم والمبادئ والخلق وبشكل جاذب كمان، يعني يخلي المشاهد يرتبط بيهم. مفيش يا فندم. اما بنتكلم على برامج دينية واساتذتنا الافاضل وزي الفل وعمالين يتكلموا على الدين والشارع العكس تماما، فضلا عن ان في تيارات دلوقتي من الاطفال والشباب بيتكلموا برضو مش على ان التعليم فاشل ومنظومة فاسدة وكله في الاخر محصل بعضه وما بنتعلمش حاجة، لا، بيقولك رجال الدين اللي انتوا بتتكلموا عليهم والناس اللي بيطلعوا وشكلهم المفروض بيقولوا قال الله وقال الرسول، احنا عارفين بقى بلاويهم وعارفين كذا وعارفين مش عارف ايه وبيعملوا وبيسووا. مش عارفه، انا حاسه ان في حاله كده من التناقض الشديد جدا في الشارع المصري. حقيقي حضرتك لما تنزل الشارع تلاقي كم حجاب يعني كتير جدا ونقاب، ودي حاجه كويسه، يعني دي حاجه كويسه مش وحشه. لما حضرتك تشوف في شهر رمضان تشوف الجوامع صلاة التراويح والصلوات، وتلاقي الجوامع مش ما تعرفش تقف في الجامع من كتر الزحمة والناس اللي بتصلي. طب تعال بقى نشوف أخلاقنا، هل ده بيتطبق على الأخلاق ولا احنا ماسكين الظاهر بتاع التدين وسايبين كل القيم اللي احنا المفروض الأديان بتنادي بيها؟ كل حاجة يا فندم ليها بره وجوه، يعني سبحان الله كل حاجة ليها قشرة زي قشرة اللب كده، وجوه اللبة اللي بناكلها العبادات اللي بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى هي دي اللي بتظهر على الخارج. يقول لك حتى لو شفتي واحد بيصلي اشهدي له بالإيمان وخلاص، اللي جوه بقى في قلبه بينه وبين ربنا كويس، اللي جوه في قلبه ده اللي هي المعاملات بتبان عليها. يعني اللي في قلبه البني آدم الكيس الصالح بتلاقيه بيتعامل مع الناس بيتعامل بأمانة ما بيغشهمش. يعني المشهور قوي عندنا إن يقول لك لو أنا عندي عربية فاكهة الشطارة بتاعتي ان انا بيع الاول البايظ عشان ما يقعدش عندي بقى ويكلفني، وان انا بيع باغلى، وان انا اكتب جنيه وابيع ب10 جنيه عشان لما اجي اقول له ما هو جنيه ويقول لي لا ده نمره واحده بالظبط، بعد كده اقول لك بس ثواني بس اصلي الظهر واجي بقى اكمل، وبعدين اروح اصلي الظهر واجي، وبعدين انت هتفاصلني في رشوه، دي رشوه وانا بطلبها منك بس 5 دقائق هصلي واجي. دي حصلت معايا مش خصوصا. طبعا عادي زي في الارهاب والكباب، قال له الساعه 12 ده لا صبح ولا ظهر، طب صلي ايه دلوقتي؟ القصد في انه احنا باقي شويه لسه، سواء من الابهات والامهات، طبعا عشان بس ما انتهش، في ابهات وامهات محترمين وفي ابهات وامهات غير. وفي اطفال من ابنائنا ماسكين نفسهم شويه ولسه الاب والام المحترمين بيزرعوا فيهم مبادئ وقيم وهم يعني موافقين بس لسه. دول بقى كالقابض على الجمره من النار. القصد انهم ما بيفضلوش كده لما بيدخلوا في سوق الحياه. طب. يا اما بيمرضوا فبيبقى الكويس انا مرضته بايدي. صح بالظبط. او بينعزل. ما هو ده نوع من المرض، يجي له بقى اكتئاب ولا يجي له عنف ولا يجي له رفض. صح. وتبقى يقول لك املي الوحيد دلوقتي ان انا اروح المطار وامشي واسيب البلد. يا ابني ده مصر بتتبني وما شاء الله الدنيا، كل اللي بيفهموا والعقلاء بيقولوا لا ال10 سنين الجايين فيها طفره وثوره حضاريه قويه جدا، وان شاء الله يكون كده باذن الله حسب ما الواحد شايف وناوي وبيدعي. طب استاذن حضرتك في تليفون بعد اذنك استاذ عبد المنعم. صباح الورد يا استاذ عبد المنعم. معلش ممكن توطي التلفزيون عشان تسمعنا كويس؟ انا معاك يا استاذ. اهلا بحضرتك، اتفضل. دلوقتي بالنسبه كل سنه وانتم طيبين الاول، ويا رب مصر تكون دايما بخير على طول ان شاء الله.
ان شاء الله. بالنسبه للثانويه العامه، اولا ابني في ثانويه عامه وصرفت عليه دم قلبي، وانا راجل مع المعاش، وخرجت بمعاش 530 جنيه تمام، وصرف عليه حوالي 60,000 جنيه. واخد بال حضرتك؟ واتدينت. سامعني؟ ايوه سامعين حضرتك، اتفضل. واتدينت ب 60,000 جنيه. فهل يعقل ان مثلا ابني اقول له وانت داخل الامتحان لا تبص يمينك ولا تبص شمالك ولا تغشش ولا تغش من حد، لان ممكن اي واحد من اللجنه يمسك يعني يمسك لك حاجه بسيطه كده يروح اي قافش فيك ويقول لك انت كنت ايه بتغش. وبعدين المدرسه عامله نظام حلو اللي هي فيها حاطين اللي هو جهاز كشف الموبايلات. في واحد من الطلبه شال البطاريه بتاعت الموبايل ودخل في طرق للتحايل طبعا، وحط البطاريه جوه وقعد يكلم المدرس طول ماده العربي. طب فين فين المراقب اللي موجود في اللجنه؟ مش المفروض في اثنين مراقبين بيكونوا موجودين؟ انا انت كده الحمد لله انا مستمعكم. بقول لحضرتك المفروض في اثنين مراقبين بيكونوا موجودين جوه اللجنه. اثنين مراقبين للاسف يعني ما اعرفش هم بيراعوا ربنا ولا بيراعوا مين ولا مش عارف ايه. وبعدين البلد دي عشان تتعدل لازم نكون 90 مليون سيتي. لازم نكون 90 مليون سيتي نحب البلد ونخاف على البلد، لكن للاسف احنا فينا للاسف ناس ما بتحبش البلد خالص. اللي ما بيحبش البلد يغور في داهيه. واخد بال حضرتك؟ وبعدين تطلع وزيره التضامن الاجتماعي تقول لك انا رصد مليون جنيه جايزه للتلفزيونيه اللي هي ما فيهاش مخدرات. يا سيدي اديني منهم 100,000 جنيه. بقول لك اديني اديهم لي قرض حسن ومستعد اسدد لك كل شهر 5,000 جنيه، بس انا اشغل اعمل شغل اشتغل بيهم. اديني منهم 100,000 جنيه وانا مستنيك. لو قلت جدع وست وزير التربيه وزير التضامن الاجتماعي اديني 100,000 جنيه من 100 من المليون دي، وانا مستعد يا ست ادفع لك 5,000 جنيه كل شهر واسددهم لك وخد جميع الضمانات اللي عليا. وجهه نظرك وصلت يا فندم، نشكرك شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك. معانا تليفون تاني. خلود. استاذه خلود اهلا بيكي. الو. اهلا اتفضلي خلود ازاي؟ انت اهلا بيكي حضرتك. انا طالبه ثانويه عامه. باين. احكي لنا بقى عن التجربه وتسريب الامتحانات وشفتي حضرتك بيسربوا الامتحانات؟ ممكن توطي التلفزيون؟ ماشي حضرتك. احنا دلوقتي احنا اللي بنذاكر من شهر 7 من اخر شهر 7 من ساعه ما بدانا المدارس ومن ساعه ما بدانا الدروس، حرام يسوهم بينا. احنا ما بننامش عشان الامتحانات وبنفضل سهرانين تاني يوم، وقبل امتحان العربي ده قاعدين 3 ايام ما نمناش. حرام احنا نقعد وهم في الاخر ياخدوا مكاننا في الجامعات. انت شفتي بعينك حاجه بتحصل حالات غش او غيره؟ كنا داخلين اللجنه بالامتحانات وقالوا لنا بعد الامتحان. احنا كنا داخلين بالامتحان وما ذاكرناش وكنا داخلين حافظينه. طيب خلود بنشكرك شكرا جزيلا. دكتور عمرو يعني اخيرا كده في نقاط او نصائح لانقاذ ما يمكن انقاذه زي ما حضرتك قلت على المدى البعيد والقريب، يعني ازاي نطلع النشء رافض مبدا الغش وحاطط قدامه الامانه هي الهدف، ودلوقتي يعني اللي خلاص اللي اتربى على ان هو بيستسهل ان هو يغش ممكن نتعامل معاه ازاي؟ اسهل حاجه والله اعلم لازم يبقى في توعيه مباشره يوميه للابهات والامهات بقيمه على مستوى التربوي وانتوا بتربوا ولادكم قد ايه من الوقت والجهد يروح في انكم بتقوموا اخلاقهم. ويعني ايه الاخلاق وتقوموها ازاي؟ فانت بتعملي نصايح عامه في التلفزيون المصري والفضائيات كل يوم وفي الراديو للابهات والامهات لاهميه التركيز في التربيه على الشق الاخلاقي عند الأطفال، فيبتدي يحصل وعي عام. حاجة تانية لازم من المراهقين اللي بيتجاوز يتعاقب في المدارس قدام الباقيين علشان ما يبقاش الطبيعي. البني آدم أصلا لو اتسب ينطلق كده في وسط الزحمة يتخطى حدود وحواجز، فعايز يكسبلور دومينز جديدة يغلط ويجرب. لو ما تحطلوش بوردرز وحدود واحد واثنين جريوا كل الناس هتبقى عايزه تجري، ساعتها لما تيجي حضرتك تعملي كنترول عليه ما بتقدريش، لان التيار جامد قوي قوي زي ما بيحصل سترايك في اي دوله في العالم في اي شركه في العالم ما بتلاقيش الامن قادر يتحكم في الناس عمره. فالمشكله مش مشكله امن عشان الناس عماله تقول الداخليه وما الداخليه، القصه مش في كده، القصه في انه المفروض في حدود في المدرسه اللي بيغلط او بيخطيها بيتعاقب. سقطوا يا سيدي الناس كلها اللي غشت.
يعني مانيش فاهم. حسبوا المدرسين اللي بيسمحوا بالغش، الواحد مش عايز ده. هو المدرسين بيعتبروا بالعكس يعني ان هم يعني بيسهلوا على الطلاب، وان الولاد على الطلاب وبيغرقوا الدولة يا فندم. انت بعد 5 سنين ان شاء الله من النهارده، انا عايشنا اللي كنت بقوله وحقيقه ان شاء الله هنشوفها، يعني هتلاقي دوله جميله جدا فيها مكان حلو قوي قوي قوي. هاتي ناس تدور المكان مش هتلاقي، يعني في مدن جديده بتتبني ومشاريع قويه جدا بتتعمل، انت عايزه ناس عشان تدور العجله دي بالظبط. انت هتجيبي ناس اصلا متعودين على العشوائيه، زي بالظبط ما بيعملوا قطر جديد، يبقى كانك ما عملتش حاجه، كانك ما عملتيش حاجه، هتبوظي كل الانفستمنت. صح، زي ما بتحطي قطر جديد ولا اتوبيس جديد تعادي عليه الناس، اول حاجه بيعملوها يقطعوا كراسي، يطلعوا القطن اللي فيها بالظبط. يعني احنا يعني احنا دلوقتي اللي محتاجينه هو الاستثمار في الانسان وبناء الانسان هاند ان هاند مع، يعني على التوازي طبعا. مع وانت بتعملي الميجا بروجكتس مشاريع كبيره، عشان البني ادم هو اللي هيقومها ويطورها، ما يخشش بنفس العقليه العشوائيه المنقوصه الخلق والقيم، لان قله الخلق والقيم بتضيع اي حاجه ثمينه، والعكس صحيح. تمام. الخلق والقيم بتحافظ على اللي موجود وتطوره وتنميه وتكبره. فان ما كانش البني ادم هيتبني على التوازي مع بناء الدوله، انت بتضمني مسبقا الانهيار مع حجم الاستثمار المالي والسياسي الدولي. يبقى كده يبقى اهدار بقى في الحاله يبقى دي. يبقى اهدار. صحيح. بنشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور عمرو يسري استشاري الطب النفسي. رمضان كريم. الله أكبر. وكل سنه وحضرتك طيب. حضرتك بصحه. ومشاهدينا بعد الفاصل نلتقي مع حضراتكم في الفقره الاخيره وهي الفقره الفنيه.